أنا حسين علي كاظم من سكنة الحلة آل حمزة الغرب المدحتية، طالب مرحلة ثانية إدارة واقتصاد، لقبي طباخ التحرير. أنا على كثرة ممارسة الطبخ بالموكب والخدمة الموفرة للمتظاهرين إخواننا. أصلاً من بداية التظاهرات هي بدأت تقريباً من 1/10، بس ما شاركت بها، بلشت بها وأحس بها فاتتني من 1/10، بس جت الفرصة 25/10. لا وصلت الكلية ولا شفت أي شيء أخبار، حتى بتظاهرات حلة ما شاركت قبل من بغداد من 25/10 لحد الآن. بدايتنا ذيك الايام يعني كان بها العدد الزخم، لازم نوفر 3 وجبات إلى 4 وجبات بالنهار. يعني قد كنا انا وحمزه ابو صادق بالخمسة الصبح الفجر يعني نجهز الشوربه، نكمل بعد الشوربه نرجع على الغداء، نكمل الغداء نرجع بالعشاء، وجبات اضافيه ما نوفرها، وعلى هذا الوضع لحد الان مستمرين. اسمي عمار حيدر، ملقب بالأسود، من محافظة بابل، أهالي الحمزة الغربي. من بداية الثورة ما كنت أنا موجود هنا يعني بصراحة، كنت أنا عسكري أصلا عسكري، فشفت مشاهدة الثورة وبداية التظاهرات يعني كلش قوية، فهذا الدافع ما خلاني أنه أترك جماعتي والتظاهرات كلها، لأن كانت هدفها كله ضد أحزاب وضد حكومة فاسدة يعني وتخص الشعب، لأن للأسف ظلم شعبها كلش قوي وكلش هواي يعني. فانتظرت اللحظة أنه بس أنزل من الدوام حتى ألتحق بالتحرير وبسوح التظاهرات. فبعد ما نزلت من الدوام وصلت تقريبا لأهلي بالليل، الصبح التحقت وياهم لحد هنا أنا. فصار منهج أنت تنتهي إجازتي بالتحرير ودوام أنزل أقضي بالدوام. فمن هاي بدأت هي لحد الآن، من بدايتي 27/10 ولحد الآن يعني إجازتي بالتحرير ودوامي أكمله على أكمل وجه. أنا اسمي علي عبد الزهرة، مدرس اجتماعيات. كانت بدايتي يعني تقريبا مظاهرات 2011، يعني احنا كنا نطالب بشيء، يعني كل مظاهرات كانت موجودة نتحسس ان ممكن يتغير النظام، ممكن الفقير يعيش، ممكن واقع العراق يتحول الى احسن. فمن اجت مظاهراتنا ثورتنا المباركة شاركنا بها من يوم 1/10.
طبعا يومي مثل يعني اي انسان عراقي، بس انا عندي مهام، عندي وظائف. يعني مثلا انا هنا لقيت روحي موضوع الدعم، يعني دعم اطعام الثوار، فيكون يومي اسلم دعم، استلم دعم، اجيب نواقص للموكب، ايش ناقص الموكب، ايش راح نسوي اليوم. يعني مثل ما نقول جزء من منظومة كاملة احنا نشتغلها. احنا اي انسان عراقي يستشهد من اجل الوطن فهو هذا اخويا، هذا ممكن افضله حتى على اخويا، على نفسي انا ذاتي، لان الشهيد مكانته عند رب العالمين شيء كبيرة. فاحنا كل شهدائنا يعتبرون على مستوى العراق، يعني مو على مستوى حتى تظاهراتنا. باع التبسي ويسعون مخلبة، اليوم سوينا شاورما مخلبة شباب الشهداء. من ينزل الشهر كامل؟ أنا حمزة من محافظة بابل، متظاهر من يوم 25/10 جينا للتحرير وشاركنا أخوان المتظاهرين بالاحتجاج. يعني حياة طبيعية قدرنا نعيشها حال أي مواطن ثاني عراقي ممكن يعيش حياته بيومه ببيته. يعني نومنا طبيعي مثل ما تنام بالبيت، مثلا اكلنا، ترتيبنا، وضعيتنا، يعني حياتنا الطبيعيه جاي نعيش هنا، لان المده اللي طالت بالتحرير بالاعتصام هي خلتنا نتكيف ونتلائم مع الحياه. مصطفى جمال، 28 سنة، موظف وزارة الكهرباء. خلص يومي، أنا عندي دوامي، دوام يوم وقع 7 أيام، 7 أيام هنا نقضيها. كنا بالسابق إنه نقضيها بس بالخيمة، بعدين شفنا الولد هنا يطبخون وهاي، فقلنا نسوي شيء يعني هم اللي هي نفسنا وهم نساعد به الموجودين بالساحة. قلنا وياهم نطبخ، نغسل المواعين، تعال منا، روح منا، هاي نقضيها. كل ما أمر منا من يوم صور الشهداء يعني هاي ما يعني ما تنسي هاي الأيام. ويل قبل الفطور ساعة. أنا إبراهيم، متظاهر من بغداد، من منطقة العظمية. جيت هنا لمساندة أخوتي الثوار طبعاً، ومن بداية الثورة طبعاً من يوم 11 أنا هنا حاولنا أقصى جهد إنه نقدم كل شيء بداخلنا لهاي الثورة. بالتحرير هواي أصدقاء، كل اللي استشهدوا أصدقائنا. المواقف يعني هي مو صعبه بقد ما هي مفيده ان كمحتجين. احنا تعودنا يعني من بدايه الثوره لحد الان، ما اعتقد انه اكو اصعب من انه انت تشوف اخوك اللي كان وياك بنفس المكان او نفس الساتر اللي كنت تاخذه من اجل تفادي اطلاقات الشغب انه هو استشهد.
طبعا يعني اصعب موقف صار عندي انا كنت على جسر السنك بالحادثه اللي دخلوا الميليشيات حادثه السنك الكل يعرفها، فاني كنت هناك موجود فتشاهدت بيها وبقيت على الجسر، يعني كان الموت بيني وبينه شعره، فالله ما يعني كاتب لي كان عمر جديد وبقيت حي. يعني مواقف الصعبة اللي مرت بيها ماكو موقف صعب، انا كنا عندي سهلات، بس اسولف لك موقف يعني ما عندي موقف انا هنا بالتهركلين عادي، يعني اسولف لك موقف صار بي. يعني انا كنت بجسر الاحرار، فكنا على الساتر مال الاحرار كنا هم نوزع دعم ما دعم على الاخوان للمتظاهرين اللي يجونا، فاحنا ما ندري قاعد نصب ناكل الاكل للمتظاهرين وزين ماكل خطيه هناك على الجسر، فما نحس لك لان جونا الشغب لفوا علينا من ورا فاحنا حاصرنا منا ومنا، فالبقينا العساتر بقينا تقريبا سبعه، خمسه شاتوا بالشط واثنين انا من الاثنين، وانا ما كنت بالشط لان كنت اتعصب، فمن كنت اتعصب اثناء الوقوع انا صب كسرت رجلي كسرت رجلي عيد واحد يشيلني ما اقدر، فابو الشغب كله طلق نار ويضرب الدخانيه، يعني بيني وبين الموت يعني شرايه، بس ربك نجيت من عندها. المواقف الصعبه قطع سريع محمد القاسم، فاحنا طلعنا منها مجموعه كبيره كل احنا سوا، بس من توصل لغاد تشوف ناس تركض ناس ترجع ما تدري بنفسك بعد تتيهم كلهم، فمن عندها كنت اشمر طابوق على الشغب بدايه الجسر، فدخانيات صارت هواي، فطلعت مختنق بس ارتاخذ نفس، فاجوا ولد اثنين قدامي اثنيناتهم مختنقين، واحد متكي على الاخر قوه وقعوا قدامي، واحد ما اقدر يشيل الاخر، ركضت ثاني اما مختنق ما اقدر، فكان واحد من عندهم ضخم وواحد رفيع، الضخم كان المختنق والرفيع متشلب بيه، انهض هذا الضخم انهض بيه ماكو، مشيت مية مسافه وقعت، سؤالون جابوني لهنا بدايه الحديقه، ناس تهفي لي ناس بس اسمع هيجي عيون ما اقدر افتحن، رادوا ياخذوني للمستشفى، فتعرف هاي سوالف العلاسه بالمستشفيات وما اعرف شنو، فما حسيت لقيت علاوه يمي، قال لا مستشفى لا يبقى يمي، وهذا حرفه صعب. موقف صعب صار وياي على السريع مع محمد القاسم، يعني ما ادري كنت مندمج ويا اصدقائي وركضوا منهم مصطفى طبعا ركض وبقيت وحدي، الشغب تقدمه ووصلوا يمي كان شيت من السريع. رجلي شوية يعني بس الوياي اكو ناس تكسرت لين وقعوا على بلوك وشي. شهداء اصدقائي يعني هو مو خارج الثورة بس هو هم يعني متظاهر ويانا هنا، صديقي بيتهم يمنا يعني بالعظمية، كان جايني بالدراجة هنا للتحرير وانقلب على السريع مال محمد القاسم بالدراجة وتوفى، بس هو يعني ما يعتبر شهيد ثورة. خارج كادر خارج كادر يعني المواقف الطريفة اللي مرت بينا اتذكر على جسر محمد القاسم، انا كنت موجود هنا بداخل المخيم وقالوا واحد من اصدقائكم من المخيم وقع،
فرحنا احنا ما بنيتنا انه نشارك بال بال بالاحتجاج هناك على جسر محمد القاسم. فلقيت حسين موجود هناك، حسين شايل طابوق حلو هاي، فشفت انه ما بيه شيء، فقال يلا امشوا وياي. وين ما ادري شنو الوضع ما اعرف، فشلنا طابوق وعلي كان ويانا، فشلنا طابوق وباوع اللي احنا بوجه الساتر يعني، بس احنا موجودين. فجتنا دخانية وباوع حسين اللي جابني ما هو عارف انه شارد. طبعا الموقف الطريف صار على سريع محمد القاسم بها، انا البث مالتي شويه يعني قوي كلش، فاكو من الشغب وياي على البث، فيدرون بيها من اجيب اكل ونودي اكل، فدروا انه احنا مودين اكل على سريع محمد القاسم احنا فوق. فطلعنا اكثر من 3 سيارات، 4 جو مباشره علينا، فاحنا عفنا الجدوره تعرف، وصار الموقف يعني ها جتك بعد الشغب وصلوك، فاخذوا جدورتنا وقمنا نصيح عليهم الجدوره الجدوره، فنسينا نسينا حتى رواحنا، ممكن احنا نطينا 3-4 في سبيل يرجعون جدورتنا، فصارت موضوع الجدار قضيه كبيره كلش بذاك الوقت. سولفك الطريف، احنا بالليل كنا عجرف، فسمعت قالوا عادل عبد المهد استقال، فاكو دمايه واكو هاي واكو طاق واكو جرحه، ف جتنا ارتجالية قلت له عادل يا عادل ما دريت بالتحرير ايش صار، من شبة النار وضربونا دخل، فما يدري خطية استقال واخذها وطلع بها قبر. المواقف الطريفة تجي عفوية يعني ما اذكر بها، يعني صار موقف ذيك على جسر على جسر الاحرار صار موقف. اول يوم عبرنا نزلت يعني ما ادري يعني اني كانت عبره يعني همينة ويا العاله، كنا عدد كلش كبير، كانوا اصدقائي 2 وياي، فذبوا قنبله غاز، بس هذا السارين يمكن اسمه محرم دوليا، فاني ما ادري عبالي مثل اي مسيله هذا مالتنا، فرحت قدمت عليه عود داشيله، فكان وقعت ببكان يعني ما قمت بعد. موقف كوميدي. كنا ناخذ الطبخ مالتنا نوزعه، لان كانت الاعداد بساحه الخلان كلش كبيره، فناخذ قسم من طبخنا نوديه مساحه الخلاني. تعرفون ساحه الخلاني بها فرع هواي تدعي الشارع مالتها، وواقفين بركن مال الفرع انا وعلاوي وزيد كان همين ويانا، فانا قاعد داصب مرق بالشمشه، سامعين الطقات والصوتيات والكساري، ناس ترجع ناس تروح، ناس ترجع ساعة بين الفروع، اكو فربكة بالموضوع وكر وفر، فبس رفعت راسي من الجدر كنت منتبه بس عصب، باوعت الساحة قدام كلها فارغة، قمت من التوزيع دا صبه ما هيس، لان ابو شغب صف مسافة مترين ماكو، بس الشمشة بيدي ضربته بالشمشة وشردت. والله هي كلها مواقف طريفة، خاصة هي الضحكة اللي جمعتنا وتعرفت على ناس كلش هواي، يعني أنا ما كنت تعرف عالم يعني من جميع محافظات تعرفت عليهم هنا أنا بالتحرير، وصاروا أكثر من أخوة وأصدقاء ويشملنا التعاون وحيدة. موقف طريف إنه يوم من الأيام إحنا بدنا ننقل خيمتنا من مكان لمكان بالنفق مال السعدون، فالولد ضاجوا إنه مطر مطر مطر، واليوم لو ما ناقليه المهم كملنا، وقف المطار قعدنا بدنا نرتاح، كان يجينا ابو دراجه يفوت لنا للخيمه. حقيقه احنا من التصميم لحد الان كنا نامل ولو امل بسيط انه هاي الحكومه لربما راح تحقق المطالب اللي وضعناها بيوم 28 او 27/10 تمام، ولكن الحكومه بالعكس اثبتت فشلها وسقط الشرعيه عند المحتجين وما طلعوا سوفوا المطالب، ولذلك احنا طالت المده من المماطله، ولكن الشعب حاليا جاي يسولف بغير مفهوم وغير ثقافته حقيقة، انه بعد ما اكتشف انه الحكومة لا يعني الحكومة ما مو جديرة بتحقيق المطالب، ولا هي راح تسعى بتحقيق مطالب الثوار، فالشعب بدأ يسولف بثقافة اسقاط النظام من جديد.
طبعا الاساس اساس الاعتصام هي يعني انا بنظري يعني كمواطن عراقي الانصاف للعراقي. يعني انا كمدرس يعني هسه تسالني يجوز يسالني اي انسان يقول لي انت مدرس شو تريد؟ احنا من تصير مثلا عندك امام او عندك رسول عندك اي انسان هدف ببالك انت تريد تمشي على خطاه، فهذا الشخص من تشوفه كان انسان عادل لازم انت يعني تطبق كل شيء كان مسوي. الامام علي عليه السلام كان اساس العداله والانصاف، فاحنا كموالين العلي بن ابي طالب عليه السلام اللي هو امام الجميع طبعا كان اساس حكمه العداله والانصاف، واللي ما لقينا في حكومه تسيء للامام علي ابن ابي طالب عليه السلام، فاحنا ما خرجنا الا للانصاف والعداله. صمودنا لحد الان بالثوره يعني خلال 4 سنوات او 5 سنوات انا يعني كنت اطلع مظاهرات ما حققنا او ما حصلت يعني فشي ملموس من المظاهرات السابقه، بس من خلال دخول هاي المظاهره ومن خلال مظاهرة ومن خلال احتجاج صارت ثورة استمرينا. يعني شاهدت إن رغم المدة اللي طالت أكو إنجازات، يعني حققنا إنجازات خلال هاي الثورة رغم يعني الإطالة ورغم هاي حكومة الفساد وحكومة الأحزاب، بس أنا عندي أمل الثورة تنتصر وننتصر على ذول الحكومة الفاسدة وحكومة الأحزاب وإن شاء الله نقضي عليهم وإن شاء الله نغير المنظومة السياسية بأكملها وبوجود هاي الثورة بوجود الثوار والثورة التشرينية. تحياتي لك. كنا قبل مثل ما قال حمزة كنا قبل بوعي إنه مطالب وهيك وترشيح رئيس وزراء وهاي أخذت من عندنا وقت طبعا، وبعدين يعني صار عندنا وعي إنه إسقاط نظام ماكو غيره، يعني شفنا الحكومة ما تحقق لك أي شيء من مطالبك. نطالب بحقوق الفقراء، العالم الفقرة المكاسب اللي ما موفر لهم أبسط أساليب المعيشة والحياة الكريمة. إن شاء الله بس نريد العراقي السودة العدالة والمساواة والحرية. الرسالة إنه نريد بس نوصل صوت الحق وننهي ما بديناه على أجمل صورة، ورجاع الحق أول شيء شهداء وثاني شيء الفقراء وحق العالم اللي هسه حالياً تعبت هنا بالساحات وجميع ساحات التظاهرات من المحافظات حالياً. الرسالة اللي حابة وصلها للشعب العراقي إنه إحنا طلعنا على مودكم، طلعنا على مود الفقراء وكل والفقراء بالذات اللي هم هاي الفترة مال الوباء شافوا إن الحكومة شلون هملتهم، مثل ما هملوهم هم لازم يطلعون عليهم، لازم ياخذون حقهم، الحق يؤخذ ولا يطلب. انتوا فقراء هذا حقكم، ما يصير تسكتوا عنه. الشباب الحلوة يحفظهم، وأنا أمهم بالتحرير، الأم والكل والدواء موجود بالتحرير. بس أنا بعد لحد الآن ما فاطرة أريد أفطرهم وما أكل لما شوفوا ولا أكل بضاعة.
Thank you.